ثلاث أسئلة صح وخطأ لازم تجاوبون عليها في الوقت المحدد يا مساعد ونواف. راح نبدأ معاك يا مساعد حتى نحدد من سيكون أقرب للهاوية وقبل بدء المنافسة الحقيقية. مو عاجبكم صح وخطأ؟ لا عاجبتني صح وخطأ بس دامها بالبداية عندي أبشر بأول واحد في الهاوية. لا قبل لا شوف هذه البداية عشان نحدد من بتكون معها البداية. البداية بتكون مو من صالحك تكون معك البداية. أنا اللهم لك الحمد الأول طبعا في الأسئلة الأول في كل مكان نواف الثاني وعلى الصدام يا نواف ولا أراك شيء وأنت خصم سهل ومثل شرب الموية توكل على الله. شوف أنا برد عليه والله بس طقمه لا والله رد عليه لا طقمه مو بعجبني أتمنى هذا رد كافي هذا رد كافي يا نواف لو سمحت لا يتكلم نواف بالذات عن الطقم طقم نواف والله أبيض أسود كأنه تلفزيون قديم لا تتكلم عن الطقوم أنا ألتزم الصمت الوعد بيننا الوعد بيننا صارت الذبات شخصية تحولت إلى أمور شخصية هذه بسم الله توكلت يلا يا سعد أقول لك ماني مرتبك إيش فيك يعني كذا مرتبك بدأ الوقت يا مساعد سؤالك الأول صح أو خطأ سورة تسمى بالسبع المثاني هي الفاتحة أيوة صح الفاتحة مؤسس مدينة القيروان في تونس طارق بن زياد غلط أكبر دولة عربية من حيث المساحة هي السودان غلط شكرا لك ابقى معي على الهاتف المحمول نواف ثلاث أسئلة كذلك صح وخطأ غششني أنا؟ لا هو ازهل كابو سعيد طيب لو تعادلتوا ترى بناخذ اللي كان أسرع سؤالك الأول يقول يطلق على ابن الضبع باسم الهجرس ابن الضبع يسمى الهجرس غلط السورة التي لا يوجد بأولها بسملة هي سورة الإسراء غلط مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو الرياض صح الله عليك ضيوفنا الليلة هي صحيحة فعلاً ولكن طبعاً لأول مرة تصير في تاريخ هذا الموسم إنه الثقافة فل من بداية الحلقة الحمد لله إلا ما يجي ضيف يخطي لو واحدة أنت بثلاث إجابات صحيحة ثلاث إجابات صحيحة صحة على قلبي وعلى قلبك مين اللي جاوب قبل نهاية الوقت؟ أنا مين؟ أنا من هو؟ سعد مساعد فعلا هو اللي جاوب قبل نهاية الوقت قلت لك على الصدام يا ابو سعيد ولا اشوفك شيء خصم ضعيف دقيقة اصبر يا اخي يعني اطلع كيف؟ لا انت ايضا جاوبت قبل نهاية الوقت حلو يعني اموركم كلها تمام الحمد لله الحمد لله شوف بس هو الاسرع انا اغششه ترى يلا لكن هو كان باقي له خمس ثواني وينتهي الوقت أما أنت كان باقي لك سبع ثواني وعلي للأسف سنبدأ معك يا مساعد ثانيتين كانت فرق أجل أنت الأول معليش أعتذر منك يا أبو سعيد لا أنت الأول الآن لا تعتذر يعني أنا ذا الحين اللي فايز لا يا حبيبي أنت خسران تفضل أطلع درجة قرب للهاوية الله يحييك معنا على الهاوية الله يسلم